بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيد الأولين والأخير وبعد. اليوم إن شاء الله هنكمل في الـ Business Research Methods Chapter 8، بحكي في Sampling اللي هو اختيار العينة تبعتنا. نرجع بس نحطكم في الستوري، تمام؟ احنا في البداية كنا نحكي عن انه احنا في Research Philosophy We are deductive ولا inductive، تمام؟ حكينا في الريسيرش استراتيجي وحكينا في الريسيرش ديزاين. الريسيرش استراتيجي اللي هو يا اما احنا كوانتيتيف او كواليتيتيف، كوان او كوال. الريسيرش ديزاين كمان مره احنا قد تكون كروس سيكشنال اكسبيرمنتس، كروس سيكشنال لونجيتودينال، كيس ستدي، كومباراتيف، تمام؟ بعد هيك في الريسيرش استراتيجي اذا كنا احنا كوانتيتيف بده يكون عندنا ثيوري، بده يكون عندنا موديل، وبده يكون عندنا هايبوثيسز، وبالاخير بدنا نختبر الهايبوثيسز. لازم نحدد مين هي الريسيرش كوميونيتي تبعنا ومين هو الريسيرش سامبل، تمام؟ نفس الشغله في الكواليتيتيف. الكواليتيتيف ما بيكون عندي ثيوري اصلا، بكون عندنا احنا يعني زي developing the theories. في developing the theories كمان احنا بنحتاج ل research community. مين اللي هو research community او بسموه المجتمع البحثي اللي بنطور عليه هذا النظرية او المفاهيم، وممكن نحتاج sample. بس طبيعة السامبل العينة اللي موجودة في qualitative بتختلف عن طبيعة العينة الموجودة في quantitative، تمام؟ لانه في الكواليتيتيف بنميل احنا للعينات القصديه، لانه احنا بنستهدف الاكسبرت اكثر، الناس اللي عندهم الخبره في الكواليتيتيف، لانه بدنا نعمل درايفنج لنيو نوليدج، بدنا نعمل اشتقاق لمعرفه جديده في الكواليتيتيف. بس في الكوانتيتيتيف لا، احنا بنعمل تيستينج لمعرفه موجوده، نعمل اختبار لمعرفه موجوده، تمام؟ فعشان هيك احنا وصلنا لمرحله define the research community، مين هو مجتمع الدراسة تبعنا. ولأن مرات المجتمع الدراسة بيكون كبير بنحتاج لسامبل، نحتاج عينة من مجتمع الدراسة. هيك احنا بكون عملنا story telling صح، يعني احنا عملنا قصة البحث تبعنا starting from the research philosophy وending with the sample، تمام؟ survey elements اللي هو عناصر المسح او اللي هو جمع البيانات. السيرفي قد يكون عندنا سيلف كومبليشن كويستشنير، انه استبيان المبحوث نفسه هو بيعبي، وبالتالي احنا بنسميه سيلف كومبليشن، يعني الباحث ما بتدخل فيه، ببعث له اياه بالايميل، بوزع له اياه فيزيكلي، ببعث له اياه في البريد العادي المسجل باي طريقه اخرى. المهم بكون السلف كومبليشن من قبل المبحوث، يعني المبحوث هو اللي بيقوم بتعبئه الاستبيان. في الاستراكشرد انترفيو لا، في انتر اكشن، في باحث ومبحوث، الباحث بيسال والمبحوث بيجاوب، وبالتالي الباحث بيسال مجموعه اسئله والمبحوث بيجاوب الاسئله، والباحث بيروح بيعمل اوبزرفنج للفيلينجز وللكلام وللبادي لانجويج، لانه مرات واحد يقول يس ات دازنت مين يس، يعني كلمة يس عن يس بتختلف إذا كانت مترافقة بعد الحركات. زي مثلا في المسلسل تبع شيلدون بيقول يس إز يس أو يس إز نو، يعني يس اليس ولا اليس النو، تمام؟ زي ما احنا بنقول مثلا بدنا نروح على المكان هذا إن شاء الله، could be إن شاء الله يس أو إن شاء الله نو. فهي الإكسبريشنز كتير مهمة في الستركتشرد انترفيوز. في السلف كومبليشن كويستشنير في عندنا ممكن نستخدم الانترنت، الويب او الايميل، يعني زي نبعث الفورمز على جوجل فورمز او نستخدم اي طريقه مثلا زي مونكي مثلا، نستخدم هاي الابلكيشنز ونبعث ونخلي المبحوثين يعبوا الاستبيان، او ممكن نبعث ايميل، ممكن تكون امبيدد، مجرد ما نفتح الايميل بيجينا الاستبيان، او من خلال اتاشمنت نفتح الاتاشمنت ونجاوب على الأسئلة. ممكن يكون بالبوست، يعني بعتها في البريد مسجل، وممكن يكون supervised، انه انا انه احنا مثلا نيجي نجمعهم في مكان واعطيهم الاستبيان،
وخاصة هاي في بعض الحالات، يعني مثلا نكون مع vulnerable people، يعني مثلا ناس عندهم إعاقة فبدهم مثلا نحطهم في مكان بتناسب مع الإعاقة تبعتهم، ممكن يكونوا أطفال بدنا نخليهم وزع يعبوا استبيان، بس لأنه هم أطفال ما بيقدروش يعبوا لوحدهم، بيحتاجوا مثلا الأمهم أو أبوهم يكون مرافق معهم. وبالتالي هنا في supervising، إحنا دورنا supervision إنه إحنا نعمل متابعة لهذا الاستبيان. إذا هذا هو self completion questionnaire. في structured interview يا أما بعمل تليفون interview أو face to face. طبعا هنا التليفون ممكن احنا نستخدم اكتر من طريقة بالتليفون، ممكن ويب كمان نستخدم الزوم ميتينج، ممكن نستخدم جوجل ميتينج، ممكن ويبكس، اي نوع من انواع الميديا اللي بتخلينا نتواصل مع الناس. في التليفون في اللي هو كمبيوتر ايدد تليفون انترفيوز، يعني مثلا برامج احنا بنستخدمها بنسأل وبنجاوب وكله ريكوردد، ومش بس هيك انه بياخذ الترانسكريبت وبروح بحوله لاوديو. يعني وانا مسلوك على الكمبيوتر تبعي كان ورجيتكم انه ديورينج وين انتم بتحكوا على طول بيعمل ترانسكريبتس، بيعمل بعرفش اذا هذه الخاصيه موجوده. فيريفاي ان يور لابتوب اتس افيلبل وين يو توك، وخاصه اللايسنس ويندوز ذي دو ذس واللايسنس اوفيس ذي دو ذس. تمام. So computer-aided software applications بتوفر ميزة إنه إحنا وإحنا بنحكي كمان ممكن يعمل transcript، يعني يكتب الكلام على الطريقة الثانية paper and pencil، نسأل ويجاوب ونكتب الإجابات والأسئلة. Face to face نفس الشغلة، نستخدم paper والcomputer-aided programs. تمام. Basic terms and concepts، بعض المفاهيم البسيطة في اختيارنا للعينة. Population اللي هو مجتمع الدراسة تبعنا، احنا بنسميه research community، يعني في ناس بسموه population في ناس research community. برجع لكم population هو هذا كله، يعني ما نجي نقول والله احنا بدنا نشوف زي مثلا المحاضرة اللي فاتت كنا نحكي knowledge management أو knowledge practices، مثلا بدنا نشوفها على الـ firm innovation. طيب مين بدنا نشوف؟ الـ employees الموجودين وين؟ مثلا في الـ services companies اللي هو الشركات الخدماتية. أول خطوة بدنا نعملها بدنا نعرف الريسيرش أو الريسيرش كوميونيتي أو بسموه البوبيوليشن. مين هو البوبيوليشن تبعنا اللي بتنطبق عليه معايير العين، المعايير اللي احنا بنختارها، مين بده يجاوب على الأسئلة تبعتنا، مين الإليجيبل يونتس اللي مفروض نفترض انه هم ممكن يكونوا 40,000 whatever. يعني لو رجعنا احنا على على البيبر الأخيرة تبعت الشابتر الفات ونشوف كيف اختاروا السامبل، هنتعرف ايش الإجراءات. So population the universe of units from which the sample is to be selected، يعني هو هذا البوبيوليشن كله، بالتالي العينة هي جزء من البوبيوليشن، بس ما تكونش العينة هيك يعني فيها بايس، يعني تكون جزء في بايس. ايش معنى بايس؟ في تحيز. نتأكد انه العينة زي ما انتوا شايفينها هيك، انه هي بتكون بتمثل المجتمع الدراسة بخصائصه كلها. وبالتالي احنا بنحكي على السامبل. السامبل هي segment of population that is selected for investigation، هي جزء من المجتمع الدراسي، لانه ما بنقدر احنا نغطي مجتمع الدراسي كله، فاحنا بنختار عينة من مجتمع الدراسة. تمام. السامبلينج فريمز اللي هو النمط العينة او شكل العينة، ليست اوف اول يونتس، كل اليونتس اللي هي اللي ممكن احنا نختارها نعملها ليست قائمة فيها. ريبريزنتيف سامبل انه هل هذه العينة اللي انا اخترتها هي بتمثل مجتمع الدراسة كله ولا لا. ايش يعني بتمثل؟ يعني هل خصائص العينة الديسكريبتيف تبعت العينة هذه
بتمثل الريسيرش كوميونيتي كله البوبوليشن ولا لا. طبعا في اجراءات واختبارات في هذا المجال. سامبل سبايس انه قد يكون العينه لا تمثل مجتمع الدراسه، وبالتالي انا بكون عندي سامبل بايس. تمام. probability sample اللي هو عينة الاحتمالية اللي احنا بنختارها randomly، يعني مثلا انا بدي اشوف رأي الناس مثلا بالكوفيد 19 اثرت عليهم وايش اجراءات التأثير randomly، بروح على مكان عشوائي وبروح بختار الناس بطريقة عشوائية. non-probability sample هي يعني غير محتملة، يعني انا بكون selective، يعني بكون قصد اخذ العينه، يعني باخذ مثلا ناس محددين. sampling error الخطا في العينه، الخطا في العينه انه السامبل هاي ما بتمثل الريسيرش كوميونيتي بخصائصه، فبكون في خطا في العينه. تمام. وهذا بتوديني على البايس، على التحيز. النون ريسبونس، النون ريسبونس انه احنا وزعنا الاستبيان وبالتالي ما صارش في عنا استجابة، فبالتالي كيف احنا بدنا نشوف كيف نعالج النون ريسبونس. اوكي، ايش الاجراءات اللي احنا بدنا نقيسها او الاجراءات اللي احنا نعملها عشان نشجع الناس يعبوا الاستبيان تبعتكم. census data collected from entire population اللي هو ايش البيانات اللي احنا بدنا اياها من المجتمع الدراسي. طبعا هذه حكيناها في sampling error انه لما يكون عندي المجتمع او العينة لا تطابق مجتمع الدراسة بخصائصه. عندنا اربع انواع من probability sample اللي هو العينة الاحتمالية. في عندنا simple random sample اللي هو العينة البسيطة، وفي عندنا systematic العينة المنتظمة، في عندنا stratified random sample اللي هي العينة الطبقية، وفي عندنا multi stage cluster sample اللي هو بتاخد عدة مراحل. اوكي، هنيجي نحكي مع واحدة واحدة. simple random sampling اغلب الناس بيستخدموا simple random sample، بنستخدمها اذا كان مجتمع الدراسة فيه homogeneous، يعني في تناسق، مش مختلفين كتير عن بعض. في يعني مثلا انه احنا بنختبر اراء مثلا الدكتورز، ففي الحالة هذه انه اطباء ممكن هم بيختلفوا في تخصصاتهم صح، لكن ما فيش هيتروجينيس عالية كتير بيناتهم، ما فيش اختلافات. لكن لو اجيت قلت انا مجتمع الدراسة بشمل دكتورز ونيرسز وبشمل مانجمنتس، لا، في يصير في هيتروجينيس، بصير في اختلافات، فببطل استخدم موضوع اللي هو الراندوم سامبل العادية هذه. اذا هل المجتمع الدراسة منسجم مع بعض، الخصائص تبعته متشابهة ولا ممكن تكون مختلفة؟ وبالتالي في الراندوم سامبل كل واحد في مجتمع الدراسة تمام له نفس النسبة انه هو يكون ياخذ استبيان. تمام، يعني لو انا عندي مثلا 1000، كل واحد نصيبه 1 من 1000، يعني في equal representation. إذا هنا N على N، N هي الاحتمال والN هي عدد العينة اللي احنا بدنا إياها أو عدد population. طبعا إجراءاتها list all units and number them consequently، بمعنى أنه أنا لو مثلا بدي أجي أعمل دراسة عن هنحكي يعني رأي الأطباء أو نقيس موضوع صحي عند الأطباء، باجي أنا أخذ ملف الأطباء أسماءهم وبعطيهم numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 إلى آخره أرقام. تمام، أو مثلا شركات بدي أشوف مثلا آثار الكوفيد على الشركات، بأخذ الشركات وبأحطها برقمها في هذا. تمام، وبعدين بستخدم use random numbers table to select units، يعني بختار ارقام عشوائيه وبقول انا مثلا بدي 200 بختار 200 بشكل عشوائي.
هذا بسموه اللي هو use random numbers. طبعا الاكسل شكرا كتير لاكسل تمام. الاكسل بيساعدنا كتير انه احنا نستخدم العشوائية يعني بلاش ندخل الانسان في الموضوع. اظن نستخدم round نظام round وهو بصير يعمل لي selection للعينة وانا ببعث مثلا بكون عندي الاكسل شيت بالاسماء ببعثها لصديق وبقول له يعني عشان انا ما اتحيزش لاي حد نبعثها لها الصديق ونقول له اخترنا عشوائيا من خلال اللي هو الاكويزن تبعت الاكسل فبروح الاكسل بيجيب لنا العينة هذه بطريقة عشوائية ما بدخلش فيها الانسان استيل انه هي سامبل راندم يعني طريقة عشوائية تمام. وممكن نتصل في هذا الصديق يعني حتى لو خلينا تسجيل نتصل في هذا الصديق نسأله يعني ايش الاكويجنز اللي هو بيستخدمها في يعمل راندم سامبل تمام عشان نعرف في السيستماتيكس. صديقي انا الان في محاضرة وبدي اسألك على قصة الاتصال بصديق بدي اسألك سؤال فني في اختيار العينة العشوائية على الاكسل ايش الاكويجنز اللي انت بتستخدمها وممكن تشرح لنا كيف بيتم اختيار العينة عشوائيا من المجتمع الدراسة. الله يعطيك العافية. الان عندك المجتمع الدراسة موجود ومرقم تمام اوكي في فانكشن اسمها راند راندوم يعني راندوم راند بتاخد من صفر لواحد ارقام كسرية راند تمام في كولوم بجوار ارقام العينة اوكي وبتعمل راند طبعا الرقم هذا بيكون يونيك غير قابل للتكرار اوكي او بعدين بتعمل sorting up or down للتو فيلدز هذول او بناء على الراندوم فيجرز السيستم جنريت يعني السيستم هو بيعمل جنريشن للراندوم هذول مش الانسان اللي بيدخلش هو بيور هي بس الفكره انه عشان تاخذ العينه مثلا بدك 100 من 1000 تاخذ اول 100 بعد ما تعمل مثلا sorting من الاكبر للاصغر او الاصغر للاكبر بناء على الراندوم داتا فباي ديفولت كل الشيت بيعملها سورتنج بناء على السورتد داتا راندوم هذه اوكي فممكن تاخذ اول 100 ارقام مش يعني مش متسلسله 100 5 10 20 30 وتوتالي راندوم يعني توتالي عشوائي تمام يعني مثل في الحاله هذه بتكون عشوائيه بالكامل بدون ما احنا كناس مش تدخل منك اصلا فاذا انت بدك عينة من مجتمع دراسة 1000 بتاخذ اول 10 بيكونوا هم يترتبوا عشوائيا ليش الستاند اللي بدك اياها وهم اوريدي بيكونوا سلكتد راندوملي يعني تمام عبر فانكشن اللي هو اسمها راند راند عشوائي بتاخذ بتعمل جنريشن لفاليوز من 0 ل 1 يونيك غير يعني ما بتكرروش تمام شكرا جزيلا حياك الله دكتور شكرا الله يحييك سلام تمام يعني اذا الاكسل بيساعدنا انه احنا نعمل راندوم سامبل من خلال الفانكشن اللي حكينا اللي هو الراند فبتروح بتفلترهم كلهم. ليش احنا نستخدم الاكسل للاشياء؟ لانه مرات انه الواحد بيعرف مجتمع الدراسه يعني احنا مثلا اهل البلد بنكون عارفين مين الشركات الموجوده فمرات انت بدك هذه الشركه انه هي تعبي الاستبيان فعشان نخرج من هالحرج هذا كله تمام فبنروح بنحط نقول للاكسل انت اكسل عملنا اياهم راندوم فهو لحاله الاكسل حيعملنا اياهم راندوم. هاي طريقه بسموها بيورلي راندوم يعني ما بدخلش فيها الانسان. السيستماتيك سامبل هي مشابهه للراندوم بس بطريقه ثانيه بتنعمل انه انا بعد ما ارقم العينه تبعتي او مجتمع الدراسه من 1 لـ 1000 بروح مثلا بقول بدي اخذ اللي هو الثاني اللي مضاعفات رقم 2 فباخذ 2 4 6 8 10 12 وهكذا او مضاعفات رقم 3 او مضاعفات الملتبلاي تبع 4 اذا سيلكت يونتس دايركتلي فروم سامبل فريم فروم ا راندوم ستارتنج بوينت تشوز افري انث يونتس يعني كل رقم 4 ورقم 2 او كذا بدنا نكررها بدنا نتاكد انه ما فيش اوردرنج في السامبل يعني ما يكونش مثلا اول 10 تابعين لاكس وثاني 10 تابعين لواي يكون كله هو محطوطين بطريقه عشوائيه. الستراتيفايد سامبل
هي عينة طبقية بيكون في هيتروجينيتي في مجتمع الدراسة، يعني بيكون في عدم انسجام بين مجتمع الدراسة، بمعنى انه مثلا انا مجتمع الدراسة تبعي بيشمل اطباء، بيشمل ممرضين، بيشمل اداريين، وبالتالي في هيتروجينيتي. فاذا الهيتروجينيتي بتأثر في الدراسة تبعتي تمام، لا بدي اخذها بعين الاعتبار، اذا ما بتأثرش ما عنديش مشكلة تمام. يعني مثلا ممكن اقول الموتيفيشن، ممكن هو موتيفيشن وجهة نظرهم في الموتيفيشن بغض النظر عن ال عن عن موقعه في الإدارة ممكن ما تأثرش الهيتروجينيتي، لكن ممكن مثلا الكواليتي تمام ممكن تأثر. فهذا برجع للدراسات السابقة هي اللي بتقول والله أنا محتاج هذا النوع من العينة أو هذا النوع من العينة. وبالتالي إحنا بنعمل كاتيجورايزيشن. أعطيكم أنا مثال، مثلا إحنا بدنا نشوف مثلا أثر الكوفيد الكوفيد 19 على الصناعات، على أداء الشركات. طبعا الاندستريال كومبانيز، طبعا هلا في عندي هيتروجينيتي بين الشركات، في عندي مثلا صناعات غذائية، في عندي صناعات معدنية، في عندي كيميائية، في عندنا مثلا دوائية، في عندنا اوكي اللي هو المحاجر الى اخره. هلا الدراسات السابقه بتقول انه هدول الصناعات بيختلفوا في الريسبونس للكوفيد، يعني هيك الدراسات السابقه حكت. اذا في هيتروجينيتي فانا بدي اعمل استراتيفاينج، اعمل كاتيجورايزيشن لهم، وبالتالي العينه تبعتي بدها تكون ممثله لكل واحده من هدول، بحيث انه انا يكون عندي طبقه بتمثل في من الصناعات الغذائية، إشي بيمثل الصناعات الكيميائية، الصناعات الدوائية، الصناعات البلاستيكية مثلا، النسيج الكذا. يعني مثلا الدراسات السابقة قالت الصناعات الغذائية بتعمل ريسبونس أعلى من مثلا الصناعات البلاستيكية، الصناعات الكيميائية والدوائية بتعمل ريسبونس أعلى بكتير مثلا من الصناعات المعدنية في أوقات الكوفيد، يعني الانوفيشن ريسبونس تبعها أعلى. وبالتالي ما أنا إذا حطيتهم كلهم مع بعض ما بقدرش أنا أعرف الاختلافات بين المجتمع الدراسة. فعشان هيك إذا كان مجتمع الدراسة بيختلفوا مش بالخصائص بالريسبونس تمام حسب الدراسات السابقة، بالتالي أنا بدي أعمل استراتيفاينج، يعني أعمل يعني بسموها كاتيجورايزيشن، وأعمل طبقية. العينة تبعتي بدها تكون طبقية. طب كيف انا بعمل عينة طبقية؟ نفترض انه هدول عددهم 1000، بشوف قديش تمثيل كل طبقة في مجتمع الدراسة الكلي. يعني مثلا والله هذه صناعة غذائية 200، هذه 150، هذه 100، هذه 120 انا اخري. اذا بقول انا 200 على 1000، اذا انا بدي 20% من عينة الدراسة جاية للصناعات الغذائية، بدي 15% صناعات كيميائية، بدي 10% صناعات بلاستيكية، وهكذا. إذا بدي العينة تبعتي بدها تعكس تمثيل كل واحدة في مجتمع الدراسة، في مجتمع الدراسة الكلي. وهيك بكون أنا عملت بسموها استراتا أو استراتيفاينج للسامبل تبعتي. هل جيت random and stratified، يعني بتكون انا عندي اول شيء stratifying تمام، هذا ها نطلع هام. لنفترض هذه الغذائية اللي هي بتمثل 20% تمام اوكي. طيب اذا هنا عملت استراتا طبقة، بعد ما اعمل استراتا بعمل بسموها random. طبعا الراندم ممكن يكون سيستماتيك راندم، ممكن يكون راندم بدون سيستماتيك، ممكن هذا رقمتهم 1 2 3 4 5 مثلا 50، انا بدي من الخمسين بس 15 واحدة زي ما اتصلنا في صديق متوي. وهذا فعلا احنا هيك بنسوي، يعني اخر دراسة احنا بنشتغلها انه احنا في عنا 16 صناعة وكلهم بدنا نشتغلهم ستراتيفاينج. فروحنا اخذنا مجتمع الدراسة الكلي قسمناه حسب كل صناعة
وبعدين اخذنا كل صناعة ورحنا ايش عملنا لها راندم، عملنا 50 وقلنا راند تمام وطبقنا الإكواجنز. فهلا رتب لي اياهم، رتب لي اياهم بطريقة عشوائية، يعني هذا رقم 50 قد يكون موجود هان ورقم 1 قد يكون هان، وبالتالي انا بدي مثلا 15 باخذ اول 15 عشوائيا اخذتهم وبقول هدول ببعث لهم ايميلات وبقول لهم هاد وعبوا الاستبيان. هذا بسموها random stratified sample، يعني طبقة عشوائية. نفس الشغلة بنكررها في البقية وهكذا. So the sample can be proportionally representative. Okay. تمام، إذا هذه stratified sample. طبعا نفس الجدول اللي أنا حكيته نفس الإشي. المهم كل عينة بدها تمثل كل يعني واحدة بدها تمثل مجتمع قوتها في مجتمع الدراسة، يعني هذه 20% هذه 15% في مجتمع الدراسة الكلي في العينة. إذا أول خطوة بغطيها بدي أجيب مجتمع الدراسة الكلي مش العينة وأشوف نسبتها في مجتمع الدراسة، عشان لما أنا العينة تبعتي بدها تكون العينة هي بتمثل مجتمع الدراسة نسبة في المجتمع الدراسة. تمام، نكون إحنا هنا دقيقين. فعشان هيك إحنا بنطالب الباحثين إنه أعطيني بعض السكندري داتا عن مجتمع الدراسة تبعك، بيانات ثانوية بدي عن مجتمع الدراسة، يعني ايش خصائصه، قديش الميل والفيميل، قديش مين مع دراسات عليا ودراسات كذا وكذا، سنة التعيين، سنوات الخبرة، كل هذا احنا بدنا نشوفه ما امكن طبعا خصائصه، يعني في اللي بتأثر على الظاهرة المدروسة. في عنا مالتي ستيج كلاستر سامبلينج. مالتي ستيج كلاستر سامبلينج هذه بتلزم كتير في ابحاث بتشابه مثلا الفاليو تشين. بيكون مجتمع الدراسة مش هيتروجينيس بس. هيتروجينيس يعني مختلف في خصائصه. والريسبونس تبعته في الظاهرة بتختلف. وكمان مرتبط في حلقات مش بشكل مباشر إلها علاقة في الظاهرة. يعني أنا هنعطيكم مثال. يعني المشكلة البحثية هذه الريسيرش كويستشن تبعنا بيشترك فيه أكثر من ريسيرش كوميونيتي، أكثر من ريسيرش كوميونيتي. تمام؟ أكثر من بوبيليشن. وبالتالي بصير فيه أول شيء هيتروجينيتي، يعني عدم انسجام بين مجتمع الدراسة. اثنين، اختلافات تيموغرافية، اختلافات ديموغرافية بشكل كبير، اختلافات في المهنة نفسها. يعني احنا مثلا اجينا قلنا الاطباء والمرضى والهدول اصلا بيشتغلوا في مستشفى كلهم، وبالتالي في هيتروجينيتي، بس بالاخير هم بيشتغلوا under the hospital. مثلا في الاوتيل في عنا الشيف وفي عنا الهاوس كيبرز وفي عنا المانجرز، هذول بيشتغلوا in the hotel. بس في المالتي ستيج كلاستر لا، قد يكون ان احنا بنحكي في الكلاستر تبعت الفندق، بمعنى اللي بيشتغل بالفندق واللي بيجيبوا الاكل للفندق واللي بيغسل الغسيل تبع الفندق قد يكونوا خارج الفندق، مش belong the hotels. فهذا احسن بسميها كلاسترينج للريسيرش كوميونيتي. نعطي مثال، مثلا الناس بدهم يعملوا دراسة مثلا فيرونيكا في الفاليو تشين في أكثر من ريسيرش كوميونيتي فيها. تمام، بمعنى انه لو احنا الفاليو تشين ايش الكومبوننت، وات ار ذا كومبوننتس اوف فاليو تشين، الكومبوننتس برايمري انباوند لوجيستيك برايمري اوكي اند وي هاف ذا مين اكتيفيتيز انباوند لوجيستكس تمام operation outbound logistics marketing and sales نطلعها and services وتحتها في other services HR الى اخره. لو واحد بده يدرس ال value chain مثلا لل furniture بدي اخذ بس كيف الكوفيد 19 اثرت على الفاليو تشين تبعت الفرنيتشر فاليوز، فاليو تشين ايش اثرت عليهم.
طب الفاليو تشين بيشمل اكثر من ناس فيها، اسمها فاليو تشين. بمعنى لو احنا بدينا هان في الانباوند لوجيستكس، يعني هان بنحكي عن الرو ماتيريال، الناس اللي ببيعوا الرو ماتيريال، التجار يعني، اذا هاي تجار، اذا هان الكوميرشلز تمام. طيب لما نحكي عن الاوبريشن اللي هو المصانع، مصانع المناجر، مانيفاكتشرينج. لو اجينا مثلا نحكي على الماركتينج والسيلز اللي هم الهول سيلرز والريتيلرز البياعين، اذا اكم كوميونتي موجود عندنا احنا هان؟ اكثر من كوميونتي. عندنا التجار اللي بيبيعوا الاخشاب، وال زي مثلا احنا في فلسطين عندنا مثلا زي حمد والعشي والتجار، هذول الريسيرش كوميونتي تبعنا. طب في الاوبريشن اللي هم المناجر نفسها اللي بتتحول الاخشاب الى فرنيتشر، الى اثاث. وبعدين هان في الماركتينج، عندنا الماركتينج اللي هو بيعملوا تسويق، اللي هو الباكجينج، اللي هو مثلا في الماركتينج والباكجينج، الباكجينج اللي هو الدهان الفرنيتشر، ممكن الدهان يكون عند ناس ثانيين. الاندرستاندينج لهذه الفاليو تشين، كل واحده في لها ايش، فيها جروب اوف كوميونتي. طيب اذا في المالتي ستيج ممكن انا ما كنتش عارف هذا كله موجود. فالمالتي ستيج ببدا مثلا في اول مرحله هذول الناس، هاي ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4 ستيج 5. كلاستر ليش سميها كلاستر؟ لانه عينه عقوديه نسميها، مشبوكه كلها في بعض تمام. وبالتالي ما بقدر انه اختصر على الفاليو تشين بس المصانع، المصانع هي جزء من الفاليو تشين تمام. اوكي، ونفس الشغله بنحكي على الفاليو تشين تبعت اي منتج من المنتجات. وبالتالي العينه تبعتي اذا انا مش عارف هذا كله، مش عارف الكومبوننت، بروح بستخدم شغله اسمها سنو بول سامبل، اللي هو العينه كره الثلج. هذا اذا انا مش عارف الكومبوننتس. لكن اذا انا بعرف التقسيمه تبعتها، بروح على مالتي ستيج، عارف الفاليو تشين، عارف الكومبوننت مين هم اللي بيشتغلوا في قطاع الفرنيتشر، الصناعات الاثاث، بحطهم قدامي هان تمام. وببدا ابدا من واحده واحده في الكلاستر تمام، وكل واحده لها خصائصها. طيب هاي المالتي ستيج كلاستر سامبلينج يوزفول فور وايدلي ديسبريست بوبوليشنز، يعني مجتمع دراسي كبير ومجزأ وخصائص مختلفة. طبعا بالبداية احنا فاست ديفايد بوبوليشن انتو جروبس، زي ما احنا شايف جروبس مجموعات او كلاسترز. طبعا كلاسترز ليش سميناها كلاسترز؟ لانه مشبوكين في بعض عنقود، يعني هذول بشكل سلسلة كلاسترز تمام. فمش اي بحث بنطبق عليه الكلاسترز، الا يكون طبيعة مجتمع الدراسة هو بشكله كلاستر. Divide the population into groups, clusters of units like geographic areas or industries، او صناعات زي ما احنا مسويين هان. اوكي فور اكزامبل، وفي كل كلاستر بيكون في سب كلاسترز كمان. يعني لو جينا احنا مثلا كمثال، جينا هنا صناعات الاثاث الاوبريشن، احنا هنا في المناجر، في مناجر للموبيليات صح، اللي هو اطقم النوم ولا هذا، في مناجر للمطابخ متخصصه صح، في مناجر للادراج، في مناجر للديكورات. فكلها احنا في كلاستر وفي سب كلاسترز لها. فقديش الواحد عنده اكسبيرينس خبره في هذا الموضوع، قديش بيكون عنده الامر بيقدر يعملها كلاسترينج. واللي ما عندهش خبره ومش فاهم القصه ايه، يعني اي حاجه باي موضوع يجيب اي نتيجه صح. يعني مجتمع الدراسه مش واضح له اهميته، فبصير الاختيار هنا في مشكله تمام. كيف بلش الشيء صعب؟ ما اظن يعني شايفين هيك بتدخل على قولة اصحابنا الصدقية، يعني الصدق تحكي على الشغل الصح. ايوه طيب
not randomly selectionist from each subclusters. ممكن احنا نختار مثلا مناجم وجبت قائمة فيهم بختار منهم عشوائيا كمثال. بعدين كلك data from each clusters بنشوف مثلا رأي المناجر في الريسبونس، رأي التعون الرو ماتيريالز، رأي هدول رأي هدول كله بنشوف الفاليو تشين كيف الريسبونس تبعها في انسجام، لأنه أي شغلة بتأثر. يعني هذا الرو ماتيريال، يعني مثلا احنا عملنا مقابلات مع تعون المناجر قلنا لهم كيف ال ايش كأثرت على الكورونا عليكم، قال ارتفعت الأسعار التجار رفعوا علينا الأسعار. طبعا صار الاتهام لمين هالقيت؟ للتجار اللي هم قابلهم في الحلقة اللي هم الانباوند لوجيستكس. طيب تخيلوا باحث بسيط يكتب الكلام هذا في بحثه يقول التجار يقومون برفع الأسعار. طبعا احنا شفناه كمان الوزارة وبعض الباحثين البسيطين يكتبوا كلام زي هذا، قلنا لهم استنوا اهدوا كوم داون. بنرجع للانباوند لوجيستكس ايش الأسعار؟ قال يعني صح ارتفعت الأسعار بس يا عمي صار عندنا مشكلة في التوريد. صارت احنا نطلب الطلبية زمان تقعد مثلا 15 يوم، اليوم 45 يوم. ايش يعني 45 يوم؟ معنى كمان انه انت السفينة اللي بدها تيجي بدها تستورد مثلا من تركيا ولا بتستورد من الصين، كنا احنا ندفع لها مثلا 5000 دولار، اليوم ندفع لها 8000 دولار. ليش؟ لانه صار في ديلي في التوريد. اذا رفع الأسعار مين سببه؟ هل هو سببه الانباوند لوجيستكس ولا سببه التوريد اللي اجى من الاصل تأخر السفن؟ مين بيعطي هلا دقة اكتر؟ انه احنا اعتمدنا على جزء من الفاليو تشين ولا اعتمدنا على الهوليستيك ابروتش عشان نعطي رياليتي. هو صحيح السعر ارتفع لكن تفسيرات الموجودين في الاوبريشن هان قالوا انه الموردين هم رفعوا السعر. صحيح الموردين رفعوا السعر لكن بدنا نسأل الموردين ليش انتوا رفعتوا السعر؟ فقالوا لا انه احنا صار في عنا تأخير في التوريد وهذا بكلفنا ثمن. تمام؟ هذا الثمن اللي بكلفنا هذا واحد. اثنين كمان صاروا المورد الصيني يطلب منا انه احنا ندفع كاش نقدا والكاش له كلفة. تمام؟ يعني هاي امثلة على الكلاسترز. تمام هيك؟ qualities of a probability sample. طبعا العينة العشوائية اللي بتكون هي تكون representative sample، عينة إذا اشتغلناها بطريقة صحيحة بتكون ممثلة للمجتمع. طبعا inferential statistical test ممكن احنا نعمل بعض الاختبارات، ولما نيجي على يوم ما نعمل احنا الاختبارات على العينة انه هل هي ممثلة لمجتمع الدراسة هنشتغل نشوف السيج اذا كانت اقل من 5% بتكون غير ممثلة او اذا كانت اكتر بتكون ممثلة. هنشوف احنا الاحصائيات. sample means can be used to estimate population means. بدنا نشوف انه هو تمثيل العينة لمجتمع الدراسة ونشوف الستاندر ايرورز اللي مرتبطة فيها، وهذه لما يجي على الشابتر تبع الستاتيستكس هنحكي فيها في التفصيل. حجم العينة بتتناسب مع مجتمع الدراسة. إذا كان عندنا مجتمع الدراسة كبير بتكون حجم العينة كبير، وكل ما زادت مجتمع كل ما زادت العينة كل ما انخفض الايرورز كل ما انخفض الخطأ في العينة. العوامل بتأثر على حجم العينة اللي هو time and cost، قديش احنا معنا وقت نعمل الدراسة تبعتنا. فكل ما كان معنا وقت اكتر ممكن يكون حجم العينة اكتر. والتكاليف كيف احنا بنتواصل مع مجتمع الدراسة تبعنا. النون ريسبونس، كل ما كان احنا ما فيش عندنا ريسبونس بضطر ان انا ازيد حجم العينة عشان اضمن انه عدد كبير من المبحوثين يجاوبوا. الهيتروجينيتي اللي هو عدم الانسجام بين عينة الدراسة، فكل ما كان عدم الانسجام اكتر كل ما انا بدي اكتر عينة عشان اتحوط ضد الانسجام. نوع التحليل، في بعض انواع من التحليلات بيشترط علي عدد معين من حجم العينة. بمعنى لو انا بعمل مثلا فاكتوريال اناليسز بيشترطوا مثلا ما يقلش حجم العينة عن 150 عشان اقدر اعمل فاكتوريال اناليسز، وبالتالي هذا مرتبط في تحليل البيانات. كل اللي حكيناه في السابق هذا راندم،
اللي حنحكيه هالجيت هو ايش؟ نون بروبابيليتي سامبل. كونفينسينج سامبل هي زي يعني عينه زي عينات يعني القصديه. هي احنا للناس الاكسسبل لنا اللي بنلاقيه بوجهنا على طول البحث، فبسموها the most easily accessible individuals useful when piloting a research instrument. لما نعمل بايلوت فممكن الناس اللي احنا بنعرفهم نعطيهم يعبوا الاستبيان عشان نشوف البايلوت تبعتنا. لكن برضه هذه ما نعتمدش عليها كتير لانه ممكن يكون فيها بايس. السنوبول سامبل اللي هو عينة بسموها العينة المتدحرجة، يعني كل ما بتدحرج أكثر كل ما بتكبر أكثر، كل ما بتعمق في الريساج، اللي هو عينة كرة الثلج. في البداية بيكون الباحث ما بيعرف المجتمع الدراسة تبعته، مش عارفهم مين بالضبط، فممكن بيعرف واحد اثنين من هذا الواحد اثنين بيجي بيسألهم طيب مين بيشتغل زيكو هيك، يعني أنا مش عارف مصانع المناجر، بيقولوا طب مين زيك بيشتغل، بيصيروا يدلوا على بعض. فنستخدم السنوبول سامبل، هذه بنلجأ لها لما احنا يعني مثلا احنا لجئنا فيها بدنا نعرف في قطاع الصيد مين بيشتغل اللي هو بصنع سفن. سألنا الوزارة قال والله ما بنعرفش بس يمكن فلان بيعرف، رحنا سألنا فلان، فلان صار يدلنا على فلان وفلان صار يدلنا على فلان، فصارت هنا عندنا سنوبول سامبل. فكمان على صناعة اللي هو نجارة السفن قلنا طيب مين بيعمل طلاء للسفن لأنه بدها مواد خاصة، فصارت سنوبول بهالطريقة هذه. Researchers makes initial contact with a small group. بكون بعرف بعض الناس. These respondents introduce others in other networks. بعرفوا ناس آخرين وبتبدأ تكبر العينة. Bremen sample of British visitors to Disney theme parks. يعني استخدم Bremen هذا في بحث ال تاع ديزني. كوتا سامبل، كوتا سامبل زي الستراتيفايد سامبل مشابهة بس ما بتكونش probability، يعني بتكون هي قصدية، يعني طبقوا خذوا الستراتيفايد سامبل تمام وطبقوها على الكوتا سامبل. الفرق بيناتهم هو ايش؟ الغاد عشوائي هذا لا قصدي تمام. اذا كوتا سامبلينج often used in market research and opinions polls relatively cheap, quick and easy to manage. كمان هي بتمثل العينة but not random، نفس الستراتيفايد لكن مش random. كمان تلزم أكثر في الانترفيوز، هذه بتستخدمها كثير مثلا في البراندينج لناس بيستخدموا براند معين، فأنا بكون قصدهم وهم اللي يعطوني آرائهم. طبعا بعض العينات بتكون فيها limitations في الجنراليزيشن، إذا كان العينة صغيرة وإذا كان العينة غير ممثلة للمجتمع الدراسة فبكون إحنا محدودين. كمان إذا كانت كل ما كانت العينة هيتروجينيس أكثر يعني مختلفة أكثر كل ما كان أنا بقدر أعمل generalizability أكثر، يعني لو مثلا أنا بس بعمل على الصناعات الغذائية الجنراليزابيليتي تبعتها محدودة، بس إذا أنا بعمل على كل الصناعات ما كان في عندنا generalization أعلى. في بعض الأخطاء اللي ممكن تصير معنا في البحث sampling error، يعني الخطأ في العينة إنه في اختلاف بين research population وبين research sample، مجتمع الدراسة عينة الدراسة بتختلف عن مجتمع الدراسة. كمان في data collection نغلط، يعني لما احنا نجمع بيانات ممكن نغلط، يعني بعبوا الاستبيان غلط تمام. يا زو احنا مثلا كنا بنسأل على كورونا هل انت متوقف عن العمل؟ نعم يس. هل انت تقوم الان بالتصديق؟ بقول لك يس. طب كيف متوقف عن العمل وكيف بتصدر؟ فهذا خطأ في الداتا كوليكشن. كمان في الداتا بروسيسنج في تشغيل البيانات او في تحليل البيانات ممكن احنا يعني مثلا ندخل البيانات غلط، فهذه ايضا تعتبر مشكلة. هيك بكون احنا خلصنا السامبلينج. Oh, that's fine. You have a question. Sure. Yes. I want to ask how can we distinguish between appropriate and inappropriate sampling error? Ah. So do we have anything? Yes. نستخدم احنا في عنا مجموعة مقاييس احصائية بتشوف خصائص عينة الدراسة هل تتناسب مع مجتمع الدراسة ولا لا. فابروبريت انه اذا كانت خصائص عينة الدراسة تتناسب مع مجتمع الدراسة بكون ابروبريت.
إذا كانت خصائص عينة الدراسة لا تتناسب بكون inappropriate، مش مناسبة. طبعا في إجراءات وبعض يعني الأنظمة اللي بتساعدنا إنه إحنا نقرر هذا appropriate ولا inappropriate. تمام هيك؟ أوكي؟ أوكي؟ شكرا كثير ويعطيكم العافية، وإن شاء الله نلتقي في محاضرات قادمة.